والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين يوم الدين بعد إذن ورضا رب العالمين. أنزل الله تعالى على قلبه قرآنا كريما وكتابا مبينا وذكرا حكيما. هذا القرآن العظيم من اهتدى به فقد هدي إلى صراط مستقيم. الناس هم أحياء بالقرآن العظيم، وبدون القرآن هم أموات. والناس بالقرآن ينور الله بصائرهم وينور طريقهم في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وفي اختياراتهم وقناعاتهم في حياتهم الدنيا. ينور ربنا جل وعلا طريقه والسبيل إلى الوصول إلى الحق والصواب. وبدون القرآن هم في ظلمات بعضها فوق بعض. والقرآن العظيم فيه الشفاء من كل الأمراض المعنوية، الأمراض النفسية المعنوية، فيه الدواء الشافي. وما أكثرها كأمراض القلق الإنساني والإضطراب البشري والكآبة والاكتئاب والحزن. فالناس هم أحياء ولكن هم أموات بهذه الأمراض. ليس من مات واستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسف البال قليل الرجاء. هو هذا الميت. أخرج الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري القشيري بجميع المسند الصحيح من حديث أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخرين الدوسي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فبالعلم يعبد رب العالمين، وبالعلم الشرعي يعرف رب العالمين، وبالعلم الشرعي نعرف نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين، وبالعلم الشرعي تحصل لنا معرفة الشريعة الإسلامية السمحة التي تنور عقل المسلم. فالعقل منور بنور الشريعة، والشريعة حصن حصين للعقل من الزلل والمغالاة.
ونحن في هذا اللقاء الذي التقينا حتى لا نأثم وحتى نكون جميعا منصفين كما أرادت إدارة المسجد والإخوة القائمين على هذا الأمر، أن نخص أبناءنا ونساءكم بدرسين حتى لا نكون عندنا أو بيننا من يحيف أو حيف وهو ميل عن الصواب وظلم. فلأجل ذلك هذه الأمسية تخص كل من الأب والأم والأولاد، تخص الزوجة والزوجة والأبناء والبنات. فنقول أقول مستعينا بالله جل وعلا، قال أحد المجانين العرب، مجنون مش مجنون الليلة، هذا شي مجنون يطق، قال إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. فسمعته عاقلة لبيبة نبيهة ذكية، فردت عليه من وزن بيته، ماشي بيتي، بويتي، غير بويت شعري، ردت عليه من وزنه وقافيته. شو قالت له؟ إن النساء رياحين خلقن لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. ضربتك وتكنيك ضع إلى الأبد، إلى الأبد مبعد، لأنه جاهل. والقرآن العظيم قعد لنا دعامات أساسية فيما يتعلق بالحياة. هذا العالم الذي نعيشه يتكون أولا ومن قبل كل شيء من بيت مسلم، فيه أب مسلم وأم مسلمة وأولاد، ثم تتكاثر هذه البيوت، تتكاثر حتى تصير مجتمعة مجتمعا، ثم هذا المجتمع يتكاثر ويتكاثر إلى مجتمعات، فتصبح وتصير هذه المجتمعات أمة عظيمة من الأمم. هكذا الأمور. والله جل وعلا قال في محكم تنزيله: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. معنى لتتعارفوا، هذا هو المعنى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ولن يتم التعارف إلا بالتناكح والتناسل والتوالد، هذا هو المراد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، شنو هي؟ آدم. وخلق منها زوجها، شكون؟ حواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، نشر من آدم وحواء رجالا كثيرين ونساء كثيرات، وهكذا الحياة. والدعامات الأساسية أن لكل من الذكر والأنثى واجبات وحقوق اكتسبها، كل من اكتسب حقا لازمه والتزم بأداء واجب. بحالنا أنتم في بلاد الطليان، هذه الدولة
هي دولة تسن قوانينها وتقننها وتشرع مواد دستورها، ولا أحد يستطيع أن يرد عليها، لأن لها مطلق المشيئة تصنع ما شاءت في دولتها. وهكذا جرمانيا، ألمانيا، وهكذا بريطانيا التي تسمى جريت بريتان. يعني ما معنى جريت بريتان؟ بريطانيا العظمى. قال ليك القدافي مش عبد الله معمر، باش معمر مسكين، كان معمر بالجهل. قال ليك بريطانيا شنو فيها؟ صغيرة، فيها 3 ديال المقاطعات. شنو هي؟ انجلند، ويلز، سكوتلاند، وكتسمى بريطانيا العظمى. ليبيا كبر منها السلطه، فلأجل ذلك سمى بلاده هو الجماهيريه العربيه الاشتراكيه القوميه، كذا كذا شيء الى اخره. وهو رجل عسكري وجاهل، والعسكري يعرف الجغرافيا. قريت بريطانيا وصحابتي شنو هي؟ هذه دولة جبارة في الأرض، تاج بريطاني، تاج يحكم. وش حكا يحكم؟ اسمع بريطانيا، أستراليا، هذه شنو هي؟ يونايتد كيندوم، كلها، نيوزيلاند، هذه هي تاهية جريت بريطانيا. كندا دخل فيها والخلاء في الدنيا. لأجل ذلك التاج البريطاني يعني يصول ويجول. واستطاعت الدولة أن تصنع ما لم تصنعه كبريات الدول، فارادت لغتها على الدنيا كما كاين. حتى الطيار بلاد العرب والله ما يدير الديكولاج حتى كيقولوا له بالإنجليزية جو، هكذا عاد كيطير، يعمر الموتر بربعة ويطير، كيطير بجو، جو، ما يطيرش بها، يعني بشي لغة أخرى، والله ما يطير، أقولها، شوف كيف فرضت. ولكن الذي صنع هذا وهو البيوت، المنازل، ولا تقل الأسرة، لأن الأسرة في اللغة العربية في المعاجم أسرة الرجل أقاربه من جهة أبيه، هذه الأسرة، أسرتي وأسرتك أقاربنا من جهة أبائنا. أما البيت يسمى بيتا مسلما، والله سبحانه وتعالى جعل هذه البيوت تقوم على أسس متينة عادلة لا تعرف ظلما أو حيفا أو ميلا، ولكن كل على حسب اختصاصاته وما عنده منطقة. كانت واحد المرأة في مدينة نانسي فرنسا قديم، كانت الفرنسيات بعد الحرب المدمرة الثانية يطلبنا ويطالبنا بالمساواة مع الرجال، وكانت هذه المرأة في مدينة نانسي هي زعيمة نقابية، ولكن وقفت تصيح وتقول نحن لا نطالب بالمعادلة والمساواة المطلقة، نحن نطالب بالمساواة فيما تستطيعه المرأة دون الرجل. شوف، لأن المصيبة لا تلتي المساواة في كل شيء. واش المرأة غادي تبقى الدور ملي كانوا العسكر كيدوروا في الزنقة بلا دورية ديال الطوموبيل، واش غادور البوليسية في منتصف الليل؟ هذه تمالات يخدموا عليها غير الرجال. تكون بوليسية ولكن في مؤسسات إدارية، تكون في المطار، تكون في مكان ديال استقبال الزبائن اللي عندهم زيارة للأمن البوليس، تكون تمك هي. ولكن
القوة البدنية صعيبة على كل بوليسيات، هي سهلة على الصغيرات، أما إذا كبروا صعيبة. فمن الأسس العادلة التي يقوم عليها الزواج الإسلامي واجب الأب والأم في البيت هي قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من علامات الله الدالة على ربوبيته وألوهيته وقهره وجبروته لعباده أن جعل لنا من أنفسنا أزواجا، ولكي يكون هذا الزواج صحيحا وسليما لا بد أن يشتمل على هذه المطلوبات المطالب الثلاث. المطلب الأول: لتسكنوا إليها. يسكن الرجل إلى زوجته لزوجته، وتسكن له بمعنى تحصل له السكينة والسكن النفسي والإطمئنان القلبي والمزاجي والأخلاقي، وهي كذلك مفاعلة والتفاعل. هذه واحدة. فالرجل لا يرتاح ولا ينبسط حتى يدخل عند أهله عند زوجته، عاد كاين مطحن يولي هو. أما كيكون مرهق منهك في العمل في البيع والشراء، إذا دخل البيت استراح. فلهذا سئلت أم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصينة الدينة الزكية النقية العالمة الفقيهة عائشة الصديقية ابنة الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان بصفته زوجا لها. شوف هذه الكلمة اللي قالتها أم المؤمنين العظيمة يا أخي الفقيهة، هذه فقيهة عظيمة أمنا. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس ضاحكا باسما. شوفوا يا ودي خليوا هذا، راه ابليس قبض واحد الراكيكه واحد الراكيطه بحال التنس غير كيسمط شد صافي. هذا كيف هذا؟ اجي شوف هذا الشيء كاين، هذا كيصوم امور، فما ينبغي احنا نمشيو لعندو ونشوفوه ياخذ لنا وقتنا. الله يهديكم. كانت قالت ام المؤمنين الطاهره عائشه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس ضاحكا باسما مع ولاده في البيت. ومسلمة بدوية في الغاب في القديم في المئة الأولى سئلت عن زوجها وقد مات، ذكرته فقالت عنه: والله لقد كان ضاحكا إذا ولج، ساكتا إذا خرج، غير مسائل عما فقد. شوف هذه البدوية كيفاش الرجل ديال الزوج ديالها كان محبوب عندها ودرجة عالية في قلبها، كان إذا دخل البيت ابتسم وضحك وأضحك أهله، وإذا خرج كان يسكت، ما كانش مغيري بمعنى. وعندكم الضوء عاوتاني اطفي الضوء، اطفي الضوء ديال الكوزينه اللي يطفي يا ودي، راه غيشعلوا الضوء الضكي غيبقى شاعل النهار كامل. وكذا وعاوتاني هذا وعاوتاني ما ديرش وعاوتاني داكشي ديال الزجر اللي تيكون، يعني انه يقول الرجل: والله لن ياتي الا بضده. هذه هي النفس البشرية، النفس البشرية
كالأعرابي الذي بال أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلته في الصباح، والله درها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بدوي أجنف، يعني رفع ملابسه وكشف عن سوءته وبال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد أمامه صحيحين البخاري ومسلم. شوف ما يعرفش. والمهمة القوم بمنعه من مواصلة البول نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا دعوه لا تزرموه، لا تقطعوش فيه البولة ديالو، خليه تيكملها لا تزرموه. ثم أمر بذنوب ماء واحد الدلو كبير اللي كيسقيو به كيجروه الجمال، الجمال هما الجمل هو اللي كيخرج هذا الدلو هذا من البير بالناورة، فأمرهم بصبه على البول ثم علمه يا هذا إن هذه بيوت الله لم تجعل لشيء مما صنعتها، إنما هي للصلاة ولذكر الله. ما معنى ذكر الله؟ العلم والتعلم، هذا هو ذكر الله، لأن الله تعالى يعرف من خلال ماذا؟ من خلال صفاته وأسمائه الحسنى، ومن معرفة ملكوت أرضه وسمائه، وقبل هذه يعرف بماذا؟ بأنبيائه ورسله الذين أرسلهم إلى خلقه، وكتبه التي نزلها على من اصطفاهم من خلقه، هكذا يعرف الله بالعلم. أما ماشي التحية، إذا كان التحية لا أكل شيء كيقولون مالين التحية، قال لك لا إله إلا الله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشرف وخير ما قلته أنا والنبي ومن قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واش عرفتي أمورين الجدمة أمورين التحيرة بمختلف طرقهم؟ يقولون لا إله إلا الله هي ذكر العوام، لا إله إلا الله ذكر العوام، فما ينبغي لك أن تذكره، ينبغي لك أن تذكر الله باسمه الخاص. شنو هو الاسم الخاص؟ الله، الله. وجاء غيرهم ومن يسمونهم هم بالصفوة قالوا حتى هذه ما تقولهاش الله بحال الأولى، ولكن أشرف الذكر أن تقول هو، هو. وهذا الضمير ديال الفصل هذا ليس اسم من أسماء، ليس اسم من أسماء الله أبدا عند علماء التوحيد، إنما هو فاصل، حرف فاصل بين أسماء الله الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وعلاش؟ وموسى سأل الله تعالى أن يعلمه أفضل ذكر يذكره به، وتقال له موسى قد قل لا إله إلا الله، فقال له كل الناس كل عبادك يقولون هذا يا رب، فأجابه لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة لا رجحت كفة لا إله إلا الله. هما هؤلاء الجبل المجدوبين اللي كيجذبوا، قالك لا إله إلا الله لأنك قد تقول تقولها وتأتيك منيتك الموت وتموت نافيا وتموت كافرا. مثلا تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، بيو تموت، تموت كافر. شيء المصيبة هذه كل ترهاتهم ومصادرهم الدنيئة مملوءة بهذا الكلام. ثم جاء صفوتهم تقولهم مصفوة وقالوا ينبغي أن تذكر الله بالاسم العظيم وهو الله الله الله. واش بغيتي انت إلا بديتي غير كتعيط على قدور وقدور 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 وقدور، غادي يندعي عليك يقول لك الله يعطيك المقوى
قول طلبك اش بغيت شنو بغيتي ماذا تريد. وهذوك المتنطعين قالوا إذا قلتي الله 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 يمكنك إن ميت وأدركتك منيتك أثناء الذكر تموت على الكفر. بحال اللي قالوا الآخرين بحالاش تقول الله 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 فيو ما تقول يا الله زيد. هذا كل اللعب بالأفكار الشرعية الربانية. وقالوا ماذا تقول ينبغي لك أن تقول هو. وعندما هو كيسخن هو ما كيبقاش يقول هو هو. هذا الضمير الفصل بين هاء والواء كيقول هو 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 كلب من الكلاب ينبح. وخير من ذكر الله وعرف الذكر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نعود لمكانة هذه الزوجة في الإسلام وينبغي أن نمر بها. القرآن الكريم اعتنى بالمرأة وهي طفلة واعتنى بها وهي زوجة واعتنى بها وهي أم واعتنى بالطفلة في قول الله تبارك وتعالى ومن آياته مش من آياته اعتنى بالبنت لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بدأ جل وعلا بالبنات لأنه جل وعلا يفضل البنات على الأولاد إلى يوم القيامة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يجمعهم كيعطيه على حسب العباد دياله أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير عليم بأحوال عباده من تصلح حاله إذا كانت عنده البنات ومن تصلح أحواله إذا كان له البنين. حتى واحد ما يعرف وحتى العقيم اللي كيعطي الله العقل رحموه لأنه لو أطلعه على الغيب لرأى ما يكرهه ويبغضه. هذاك 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 هو بنفسه لكن في قلبه كيعرف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الإمام مسلم في الجامع المسند الصحيح من حديث أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم إصبعين. اللي أعطاه الله جوج البنيتات وكبرهم حتى صاموا رمضان غدا يوم القيامة يكون في زمرة رسول الله وجنبه في حلقته. الله لا لقيتيها عند بوقرن والله لا لقيتيها سير ولد حتى 40 ها هو السعودي سير شوفوا الملكة هذه 37 ولد وشي 53 بنت الشي اللي ما عمرو كان عندي في البال. ثم فيما أخرجه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من آتاه الله ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جلدته كن له يوم القيامة حجابا من النار. لا تكبنيات أسمع يا محاوهرو، والله ما ولدت فنجات بنات بالله، والله ما أعطاهم حق الله وما وصاش، لأنه هو كان كيعيط على الرجالة ديال بناتو كيقول لهم اربوا الركابي، جابوا الركابي ما جاش بور الركابي لأن غيدي ليه الفلوس. شوف شوفوا المصيبة. ثم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله ثلاث بنات فصبر عليهن الصبر هو الأول، لأن العرب بقى فيهم هذه الجاهلية الجهلة إلى يومنا هذا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. تتكشع ملي ولدت له المرأة البنت، يتوارى من القوم. غير راضي، غير راضي بما أعطاه الله هذه البنت التي أرادها ربي. ماذا قال الناظم الضريف؟ الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، والمصنع ديال الرجال والأبطال هي المرأة. باش تغريس في نفوس الأولاد عظمة عظمة القاهر الله جل وعلا. هالشيء علاش تعظم ربها والولد تيكبر؟ قل الله 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 داوي البناء اش كتقول له؟ قول كفو تيقول لك كفو حتى بوحدو جدو كيش الجد كيجي كيشوف الحفيد كيقول بك الله ينعمك والله العظيم ايوا ايوا. تلقين كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتعليم الولد والبنت أسمع الله الحسنى فينشأ قويا موحدا ويترعرع في التوحيد. وهذه وظيفة المرأة في زمن النبوة وإلى يوم القيامة في الشعر. هكذا من صبر عليهن من أتى الله ثلاث بنات فصبر عليهن وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أنا باقي لهم دابا، أنا ماشي الجاهلية دابا دابا هادشي. أيمسك البنت على هون على احتقار من الله وعلى إهانة وعلى قماءة أم يدفنها في التراب قبحا. ما يفهمه هذا الرجل وصبر عليهن الثلاثة وسقاهن. والسقيا لا تأتي إلا من بعد الشبع والأكل، كيعرفوا العرب هذا الكلام رب العالمين. ثم كساه وكساهن من جدته يكسي البنيات من ذاك الشيء اللي عطاه الله لينفق ذو سعة
من ساعته. بعد هذا فإن الأجر العظيم الذي يحصل عليه وهو أن يحرم الله روحه وجسده على نار جهنم. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذين الحديثين يا أخي العظيمين، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو البنات أربع بنات ولدتهن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولدت له كل الأولاد وكل البنات إلا إبراهيم وحده، فهو من سريته امرأة اسمها ماريا القبطية. والنصارى ما يعرفون هذا، النصارى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكنيها ولا يسميها إلا بماريا القبطية، وهي هذه الكلمة تتضمن العناية بالأقباط بنشر دين الإسلام بين الأقباط. هذا هو نشر التوحيد، لكن المسلمين أخلوا بهذا حتى ولو دابا الأقباط هما اللي تنوعوا. هذا الشيء صحيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت له أم المؤمنين من ذكور القاسم وعبد الله والطاهر، وهو المطهر، هو المطهر عبد الله والقاسم والطاهر أو المطهر، وهناك من يقول الطاهر بوحده والمطهر بوحده، كلهم ماتوا صغارا إلا البنات برا، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء، فهو أبو البنات. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل في صلاته المكتوبة في المسجد النبوي، ماشي في النافلة، مكتوبة، يحمل حفيدته أمامة ابنة زينب رضي الله تعالى عنها، يصلي بها، يحملها ويقرأ القرآن، إذا أراد أن يركع أنزلها ثم ركع، فيذكر الله ما شاء ويحملها، ثم يقول أذكاره التي يقول بعض الرافعين من الركوع، ثم يسجد يوقفها ويسجد، وإذا جاءت وجلست على قفاه صلى الله عليه وسلم لم يرفع من السجدة الأولى حتى تشبع هي من الجلوس أمما. ومرة جاءه واحد العق من خرج من اليمن وأعجبه هدية نسوية، فأخذه وقال غدا سأعطيه لأحب الناس إلي. شوف أحب الناس إلي. فقالت النسوة ذهبت به ابنة أبي قحافة وهو غير عائشة رضي الله تعالى، وفي الصباح قال أين أمامة، وجاءت وفي العوينات ديالها واحد عميشات هنايا، فمسحه بيده الكريمة وقلدها العق وفرح به فرحا كثيرا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي الذي قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما النساء هي لذات وما لذات، والطيب لذة كذلك، يشم وتنشرح به النفس، ولكن
كيف الصلاة جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة يتلدد بأعضائه جسمه الشريف الكريم في القراءة وفي الركوع وفي السجود، فهو هذه الأمور من عالم الأعضاء، من عالم الحس والمشاهدة، هذا هو جعلت قرة عيني في الصلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن قال: في الحديث الذي خرجه الإمام النسائي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إذا أمرها أطعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حافظته في نفسها وماله. هذه الأمارات هي الزوجة الصالحة، وكل مسلم ينبغي أن تكون صالحة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعضهم، ما كان شيء الفرق بينهم في التكاليف، في التوحيد والاعتقاد والمثوبة والأجر ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعلم هذا الأمر، فهل هي المسلمة تكون صالحة أو تكون طالحة؟ إذا أمرها بأمر قد ائتمر به وفعله ويحب لها الخير أمرها به، لأنه يحرص على أن تكتال هي بالمكيال الأوفى من الحسنات. هكذا، ماشي هذه أمور ديال الدنيا، هذه أمور المحافظة على نفسه وماله وعرضه وعرضها، وأن تأتمر بكل أوامر الله عز وجل، ماذا يجب على المرأة وما لا يجب عليها. والخطاب موجه للذكور والإناث، حسن المعاشرة للزوج وحسن المعاشرة لأمه وأبيه، فأم الزوج خالتها، وأبو الزوج عمها. ما تقول له السيدي ولا ذاك الهضره ديال بنت المغرب، عمي، وتعيط على مو خالتي، هي بمثابة أخت أمها. هذا هو الصواب، وهذا هو الدين والمسلك السديد الرشيد الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة في زوجها، هي ترقب الله. انظر عائشة أم المؤمنين العالمة الطاهرة، لما برأها الله تعالى في القرآن الكريم فوق 77 سماوات، قالت لها أم رومان: قومي يا بني واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله طهرك بالوحي وأعلن براءتك وجعلها وحي يتلى ويقرأ إلى يوم القيامة. فماذا أجابت الفقيهة العالمة الزكية؟ والله لن أشكر إلا الله الذي برأني من فوق 7 سماوات. هكذا يا أخي، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى عناية فائقة بالمرأة، فقال: ما أكرم المرأة إلا كريم، ولا أهانها إلا لئيم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني تلك الحقوق التي كانت ومرت، ومن آياته في القرآن العظيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي الحب والمحبة والرغبة في الإنجاب والولد،
دو عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه وقال له تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فرواية أخرى فإني مكاثر بكم يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يتزوج وأن يسأل الله الذرية الصالحة لينشئها ويربيها هو. والمنهج الإسلامي واضح، أما ما ورد في القرآن الكريم وجعل بينكم مودة هي المحبة. والرحمة ما معنى الرحمة؟ الرحمة تكون من الله، الرحمة تسهيل الطاعات، الرحمة الوقاية من المعاصي، رحمة سيدي ربي الوقاية من المعاصي، الرحمة عدم احتقار المسلمين وعدم الاستهزاء بهم وعدم هجرهم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلقاه فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يوكي باش دابا العيال تاينو عروف هادشي وفرقوا الأحباب. واش المسلمة غادي دير الخصام بين الرجل تقول له عندك ثم عندك تمشي مع فلان، أو تقول لفلان كذا وكذا، هي توجهه وتربيه وهو يستمع هذه التوجيهات الخاطئة، خاطئة ماشي شرعية، ماشي شرعية هذه. ثم بعضهم يستدل تيقول لكم مال علي بن أبي طالب تأخر عن مبايعة أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مبايعة أبي بكر الصديق، ولم يحضر ولم يبايع حتى ماتت فاطمة الزهراء بنت رسول الله. كذاب هذا اللي قال الكلام، والله هذا أكبر الكاذبين. فين قريت هذا التاريخ؟ قول لي فين. إذا أردت أن تدرس، أن تدرس سيرة الخلفاء الراشدين، أنت فين كدرسهم؟ كدرسهم داك الكتاب ديال الجوطي، الجوطي ديال من؟ ديال المصري، سير الخلفاء الراشدين ديال محمد الخضري بك. واش من هذا الكتاب انت تدرس الخلفاء الراشدين؟ والله ما عندك الحق، والله فإنك لا آتي. الخلفاء الراشدين وتاريخهم المؤلفون الذين ألفوا قبل القرن الرابع الهجري، كتابان عظيمان جهدان جليلان في تاريخ خلفائنا الراشدين، لا ينبغي أيها الشاب أن تعدل عنهم. اقرأوا مجلد واحد، الأول الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة لابن قتيبة، هذا واحد. الثاني لمن جاء بعده أبو نعيم الإصفهاني، له كتاب عظيم سماه الإمامة والرد، الرد على الرافضة. هذا جوج. أما باش تقرا لي الكتب ديال البارح وديال اليوم في الصباح، يقرا الجورنال وفكرة، قرا غير الجورنال ويضحك، وهذا ما ينبغي. فالإنسان ينبغي له أن يتيقن من هذه الأمور. علي بن أبي طالب هو من الأوائل الذين بايعوا أبا بكر الصديق، والله بايعوا يعني بعد مدة قليلة الزحام، وصحبة جاءوا بالآلاف وبايعوا وجاء، ولكن ما كان يحضر المجالس،
الخاصة لعلي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق المجالس السياسية ما كانش كيحضرها. وأنتم تعلمون الخلاف الذي كان بين فاطمة الزهراء وأبي بكر الصديق، جاءت تسأل إرتها من أبيها. النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا بالمكيال الأوفى العلم. فلوس لا. ثم لما ماتت فاطمة كثر الإقبال علي بن أبي طالب على الحلقة، وهو كان مطيعا للخليفة، لأن لا ينبغي شق عصا الطاعة على الخليفة، لأن الخليفة هو الذي يدير شؤون المسلمين في الأمة ويوزع المهام على الأمراء، وهو هذا الخليفة هو الوحيد الذي يجمع الفرسان وقادة الجيش ويستشيرهم لمعرفتهم وفقههم في الحروب فيعلنوا القتال، أما غيره فلا. إذن يا أخي الكريم، هذه الزوجة لها منهج رباني لتربي أبنائها، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبغضها بقوله في الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة. ما معنى لا يفركها؟ لا يبغضها، لأنك إن أبغضتها في مسائل حدثت منها فإنك ترتضي خلقا آخر وأخلاق منها، فلا تبغضها. وما شتيش غير واحد جوج كيلعنها، واش كيقول لها بعدها؟ كيقول لها بالنون، نعالك الله نعالك الله. عرفتي ما معنى نعالك الله؟ رزقك الله واحد الصباط ديال البرود كامل صحيح باش تما تلعب. نعالك الله بالنون اللعنة، وإن قال لعنك الله بالله سلطها الله عليه، فهي الآن تعذبه. وماذا إن نزلت عليها اللعنة؟ سوف تقتله عرقا عرقا. ما يفهمش أنت. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يسترخصه في طلاق زوجته، فقال له أمير المؤمنين: لماذا تريد أن تطلقها؟ قال: لأني لا أحبها. ضحك عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: أو كل الناس يحبون زوجاتهم؟ أين الصبر على الأداء؟ فيما هو؟ أين تحمل المشقة والأداء المتبادلة بينك وبين المرأة؟ ما كاينش والله، ما تعيش إلا الحياة الزوجية، ليست حياة مفروشة بالورود والأزهار والخيرات والبركات الماء والبركات كيقولوا قرط قرط. لا والله، ما هي إلا جهد ومجاهدة، وأعظم مراتب الجهاد في دين الله ودين الإسلام أعظم درجة الجهاد أن تحقر وتهين نفسك التي بين جنبيك، وأن تحملها على الائتمار بأوامر الله والانتهاء عن نواهي الله وزواجره. هذا هو أعظم جهاد. هو هذا. ثم التالي درجة هي الجهاد، وهو أن تيأس كل اليأس، وأن تقنط كل القنوط من إيداء إخوتك في الله المؤمنين، ولا تحاول أن تنتزع ما عندهم من مال أو جاه أو درجة إدارية مثلا. والله ما كش مريح في الإيمان إلى ما خلصتش النفس ديالك من هذا الشيء. ثم تأتي بالدرجة الثالثة، المقارعة بالسيوف والسلاح، هي الثالثة.
الجبان والريح ديت الخواب كيقبطوا واحد كيعطيه دقه قتله. اش كيدير؟ كيدور على اليمين وعلى اليسار، كيعرف واحد الجن منين خرج ليه ابليس، كيجبد له الخدمي كبير كيقول له هاك نفس بابا نفس وقراو، كيعطيه تيقول له اجي هنا دغيا تيولي دغيا تيهيج دغيا. اما هذيك ديال حمل النفس على طاعه الله وعلى الائتمار باوامر الله، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا تحاسدوا. في الجامع الصحيح الامام مسلم يا اخي، لا تحاسد عن ابي هريره عبد الرحمن بن صالح، لا تحاسدوا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثرات مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بعض ضبط صحيحة، ولا يبغي بعضكم على بعض راه مذكورة، ولا لا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا تدبر. لا يولي أحدكم دبره للآخر يعرض عنه ما يكلموش. وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم. ثم أشار إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هاهنا، ثلاث مرات التقوى هاهنا، يشير إلى صدره في جهة اليسرى من جسده. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حتى أنت هذاك اش كيعرف اش كيعرف؟ أنا اللي كنعرف، غير أجي يكون رئيس، أجي يقول كذا، أنا اللي نولي رئيس. وأنا قالك دخل بكري، شكون اللي ذكرها؟ واحد السوري مسكين ذكرها في زمن نور الدين الأساسي، هو هذا. جاني واحد القنف واحد ديال سوريا كان عضو الله، واحد الباتي كان أمين الحافظ رقم واحد، بعد منه جا نور الدين الأساسي جوج، جا حافظ الأسد. ثم بشار أشهد أن لا إله إلا الله.
تحدثنا عن حقوق الزوج في الإسلام. جاء رجل أما حقوق الزوج داس حديث ما استفاد رجل مؤمن المؤمن بعد تقوى الله. أما حقوق الزوجة وحقها على زوجها في الحديث الصحيح عن معاوية بن حيدر رضي الله تعالى عنه قال قال رجل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما حق زوجاتنا علينا لغير الحقوق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحده ما حق زوجاتنا علينا اسمع يا أخي. فقال له صلى الله عليه وسلم ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب في الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. هذه الحقوق المرأة ان تطعمها اذا طعمت. والموظفين كثير ديال المغرب كيجيب ليها العدس وتيقول لي هذا في الحديد وجيب ليها السيمه ودفنها كامله وهو فين تياكل بعدها. انا تنقول لك انا اللي كنعرف والله ما تيتغدى ويتعشى الا في ماكدونالد بوحدي كيدير الولاد العدس والحوت. شنو هو الحوت؟ السردين الخامس اللي قال 13 يوم في الثلج الحوانت. راه كتعرفوا هذه المصيبة هذه ان تطعمها اذا طعمتها وان تكسوها اذا اكتسيتها. ماشي تشري انت واحد جاكيطه زوينه ولا واحد المنطو هذا العام او ثلاث شهور ولا ست شهور ثم تعاود تقول ايوا هذا غير ديال الدمير تيخصني شي واحد اللي هو ديال التكشيطه ديال نكون معروض عند الناس. لا شريتي راسك تاع شريتي لا. ولا تقبح. ما معنى لا تقبح؟ اذا طبخت لك طعاما فحاول ان تحرك همتها وان تشجعها وما تقولهاش إيه الله يرحمك امي في طواجنك الله يديك عند امك. هذا ماشي الدل هذا الدل هذا اجرح. ثم ينبغي لك اذا جئت يعني انه داركم يعني حاول راه هاد المراه عندها ام اولادك يا اخي كيخصها من يديها الدار حافظ على كرامتها وما تحاولش خواتاتك تخليهم يسيطروا واحد السيطره كبيره. خواتاتو حتى كيمشي هو للدار كتقول له اختو خويا واش عقلتي عبد الاله داك الكونينير اللي كان بغى يحمق باش يعطيك بنتو. سير هو الله يعطيها غير السكات تسكت. دابا هذه البومب البومب هذه القنابل الموقوتة الألغام وهادشي ينكي. والله إن رأيت سوء تفاهم بين زوجة وزوجها إلا والبشر هم الأسباب الذين كانوا سببوا فيما سببوا من سوء التفاهم. فينبغي الإنسان أن يكون نبيها لا ينبه وأن تطعم بالتي تزيد وأن تكسوا إذا اكتسيت ولا تضرب في الوجه. إيوا هنا فين قالت قرر. إيوا على الضرب كاين راه ماشي هذا راه العيالات كيعرفوا كيجيبوه من القرآن والعيالات حكينا هنا كيقول لك واللاتي ولم يقل ربنا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وضربوهن حتى سيدي ربي يحفظكم فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا. ويا أيتها المرأة الجاهلة تعلمي لغة القرآن تحتاج منا إلى تعلم الرجال والنساء. سوي خوري غير ولي البارح كنخوك في الزردة اش قال؟ قال لك والد ضربنا واحد الطاجين واش كاين لك سيد جوج ديال الطيوطا؟ البارح ضربنا واحد الطاجين فعلتك ها وحده. ثم الرجل يكلم الرجل قال له كي جاك الاجتماع ديال الجمعيه وديال المكتب البارح
واش درا داك الزهبي والنهوي ياك كان قالها ياك شتي داك البومبا اللي عطاه شتي داك الضربه اللي ضربو طيحو كاو تكنيك واش ضربو بيد المهلاز ولا وضرب الله مثلا للذين امنوا والسيد ربي ضربوا مسكوش ضرب الصوت انا ضربوش مع راسي بعد من القران ما تشوفوش يضحك ينبغي ان ترجع الى لغه العرب سئل الامام محمد بن ادريس الشافعي المطلبي قال ما حكم الله في الضرب ضرب الزوج في ان يضرب الزوج زوجه قال شوف الضرب مباح وفعله مكروه وفعله مكروه شوف الشافعي الضرب مباح وفعله مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم ما بال احدكم يضرب زوجه ضربا عبدي المبرح ثم يدعوها ليلا الى الفراش راه هذا مجنون هذا والله ما رجل والله الرجل اللي يزيد على المرأة والله ما هو رجل واللي يدخل في سلك الرجال ولكن كاينين شي عيالات نصار والله العافية مريضين بواحد المرض اسمه ساديزم إلسو دي ساديك هما كتقول له واش عيبة وهو دار عمار شيخ خطاف مسكين ماشي خطاف حاجة عنده طوموبيل عتاق لأن دور عتاقات مغربية هذه كاسكادور كي كيهزو البلايص ويديو المعلمين في محلات ولكن الطوموبيل لا لا صوراس لا لا فينيت لا شكور يا رويضة واو وربي ديما حافظ إوا سير دير له ترانسبور والله ما عندك كتقول له واش عيبة هو غادي في الصباح وعاد سخن الطوموبيل باقي على الله بغيت خويا عكسيدة هاد النهار أنا عكسيدة هو دابا هذا كي غايدير واش غادي يضربها بكوتسيزو ولا غادي ولا غايبلانجي ولكن راه مصيبة حاشا وكلا أن اللبيب العاقل المرأة العاقلة غير يدخل عليها زوجها حاني غير راسو كل قات الأرض سرطة عادي يقول لها كلام عادي يضربها ولا تهجر إلا في البيت كيغضب مع المرأة كيغضب على المرأة وتيهزك واش قالت لي مشي بات 3 أيام مولاي عقول سيري هاديك لا صوبة خويتي السيكتور يا دلي يا ديوتي أنا ما كيف شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذته كيف شرحوا وجوروهن في المضاجع يدع كل شيء مع زوجته الا الجماع كيضحك معاك فين ما كتشوفو كتقولو تبارك الله على السبيع ديال مرات وجا كيقول انا السبع دمي ديال امي هذا هو الهجر المداعبه والكلام ما تنقش ولكن الامور البشريه تبقى لكن هذا الفهم هذا الفهم اللي هو عند هاد الناس لا حول ولا قوه اختم قبل السؤال بهذه الوصيه هذه عمرو بن حجر بن حجر خطب الى عون الشيباني ابنته فقال ام الياس فخالت بها امها وقالت لها اي بنية شوف هاد المراه كتوصي بنتها غادي يتزوج شوف اي بنية إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقارن لم تألفيه فكوني له أمة يكون لك عبدا أشوف كوني يا المرأة المتزوجة للرجل ديالك أمة خدم يكون لك هو عبدا واحفظي له خصالا عشرا
واحفظي له خصالا عشرة يكون لك ذخرى. في الأولى والثانية الخضوع له بالقناعة، والسمع له والطاعة. أما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا طيب ريح، إلا طيب ريح. هذه القضية، الرجل كيدخل كيشوف الزنقة البلاوي ويغض بصره معدب، وتيدخل للدار عند الزوجة ديالو والمرأة والهلي والريك في الكوزينة ديال الحاشي، الحاشي ما مغولة شي تهدريشة وشي تشاكيكة وشي خلع وشي شروطة وشي فوطة مقطعة. إيوا الراجل مسكين اش كيقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو هرب. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح في الجامع الصحيح، أخرجه الإمام مسلم في الجامع الصحيح باب النكاح: إذا خرج أحدكم فنظر إلى امرأة يعني أجنبية فأعجبه شيء منها فليأتي أهله فإن الذي معها لا. أشنو اللي دوخه هو بالزنقة؟ جوج ديال الألوان، الألوان الأبيض والأحمر. يا سيرة وشري البيض والأحمر وخيرات لبسو ما تبقاش بحال قنديشة. انطفأ كل شيء، كل شيء مشى، وجاء الطهر. والله ما كاين غير الصور والخداع والانخداع بالصور في الزنقة. أما التي عنده هي أطهر وأنظف. وحتى كنت يا بنت الناس المرضية المهدية المؤمنة القانتة، الله يحفظ دينك ويحفظ إيمانك، كنت مريضة وهذا الرجل ديالك معافى، إوا عرسي له، ديرو العراسية وجوجي. شنو بغيتي تخليه؟ مكرهتش في الزنقة؟ أدوي هذا هو الأمر الخبيث. ونحن رأينا في المغرب واحد الخبات، واحد الخبات ماذا؟ لقينا الأولاد وأمهم كيشوفوا باهم فاسد وكيتعاملوا. أنهار اللي نوضي تزوج يهددوه بالقتل، والله إلا تيدخلوا عليه بالمطرقة. حتى البنت اللي ما عمرها ضربات ماشي كتنفجر الخمر، وهزة ماشي كراتة، لا هزة البلانشة ديال الحوايج باش تنزل على بوها الراس. ولكن المؤمنة ما ديرش هادشي، ديال المؤمنة لا حاجة حاجة. المؤمنة الراجل أنت مريضة الله يعافيك، وهو كذا جيبي وحدة توانس معاك وتكون ختيتك، والله تعالى كريم. هذا الشيء ما كاينش في إيطاليا، إيطاليا تحرم هذا. إذا حرمته إيطاليا وكذا فلا ينبغي لك أن تكون هو ولا أنت تكون من المشوشين. اجمع الشنطة ديالك وسير تحكل، يلا ديقاش المغرب ديقاش، لأن الدولة الإيطالية أو الهولندية لا تسمح بالتعدد، وهي حرة مطلق المشيئة لها في بلادها. أما أنت دابا كانت في تونس شحال هذه، وقبل ما يجي بن ولد علي، كتعرف ولد علي هو ضرب الجلود هو ولد علي. فلما كان بورقيبة فذاك الوقت، والله يا أخي إلا كان تعدد الزوجة ممنوع إلا ما كان يعني وراء الستار، أما في التعامل البطاقة ما كاينش. نكملوا هذه البدوية. وأما قتلها الخامسة والسادسة فتقعد، نعم فتفقد موضع منامه وشرابه، فإن توتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. والرجل جاي عيان وبغى ينعس في الدار ديالو، والمرأة تلقات لك واحد السنتة القناوي مشى للسودان جاب خادم قناوية، والراجل نعم حالها حالها هي حالها القرقبة
كقبيرة غير وصفة. ثم بعدها مباشرة وأما السابعة والثامنة فالاحتراس على ماله واحترام حشمه وعياله وملك المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. والتاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا فإنك إن خالفت أمره أغرت صدره وإن أفشيت سره لن تأمني مكره. وشوفوا العيالة العقلات أشكالوا. أما الأولاد فمنهج التربية يا أخي أن يتعاونوا أن يتعاونوا كلهم نو ديال ضمير الجماعة أن يتعاون كل من الأب والأم على الأولاد. وعمر بن الخطاب له قاعدة تربوية نبوية شرحها وقعدها بعده للمسلمين قال داعب ولدك سبعا. عمر أبو حفص داعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وعاشره سبعا. داك الساعة راه وصل يتحمل المسؤولية ديال الزواج. داعب ولدك سبعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت جاء ختناه الحسن والحسين ومشى على ركبتيه حبا صلى الله عليه وسلم وكل منهما يسرع ليستوي جالسا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسنين واحد منهم. وللفائدة الحسن هو الأسن ولد في السنة الثالثة للهجرة في المدينة النبوية وفي السنة الرابعة ولد الحسين الصغير بينه وبين أخيه سنة كاملة وليس توأمين. ما المغاربة غير من داك الشق باقش 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 لا لا فاطمة الزهراء كان صافي خطبة خضراء هذا الحسن هو الحسين يا ماتو صلوا عليه طق 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 هذا هو. ما يعرفوا شيء وما بغاو شيء يتعلموا. وجاو دابا الشيعة الشنيعة لا تقول الشيعة وتسكت. قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهوالي والنحل نبه الله يرحمه على أن القائل المصنف للشيعة لا يسكت إلا إذا وصفهم بما يستحقون الشيعة الشنيعة لأنهم روافض رفضوا دين الرحمة كامل. والشيعة كلمة قرآنية زوينة وإن من شيعته لإبراهيم هكذا هي تعجبهم. وبلادهم لا يحبون أن تسميها أنت ولا أنا فارس. إيران الدولة المجوسية فيها 25 مليون ديال أهل السنة في بلوشستان ورئيسهم مات أخونا وحبيبنا الدكتور أحمد ميرين مزق دباحوه ومزقوه قطعا قطعا لأن كانت لهم دراسة أهل الحديث في بلوشستان. وأهل السنة وهم أهل السنة لا يوظفونهم ولا يسمحون لهم بأداء أو فتح متجر للبيع والشراء. والله ما كاين معذبينهم العذاب ولا أحد في الدنيا. وإن شاء الله إذا لقنا الله في فرصة قادمة إن شاء الله أخصكم في موضوع واحد إن شاء الله وهو محنة أهل السنة في إيران إن شاء الله إلى طول الله عمر لتعرفوا إخوانكم أهل السنة كيف يعيشون في إيران وكيف يضاق عليهم وكيف يدبحون ويقتلون. وفي بلوشستان هم معهم الإيرانيون الشيعة الشنيعة يسمون الكلب عمر ويسمون الكلب عائشة. هذه القضية ديال بوبي وميرو ومينو هكا هو كيسميو أمها أم المؤمنين عائشة
وعمر الخطاب الذي فتحت القادسية في إمارته رضي الله تعالى عنه. إذن هذه أن الإنسان داعب ولد كسبا، ثم عندما يستوي كل منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب الختنين ويقول اركبا فإن الجمل قد شرخ. رجمي شرف اركبوا وليدتي. وهكذا كان يربي، وكان رحيما، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء من غزوة من الغزوات بين قريش في الجزيرة في الحجاز جهاده كله، فكان إذا جاء أخذ أحد الصبيان وأردفه على الجمل وأمر أصحابه أن يحملوا الصبيان. هذا كله لطفا منه صلى الله عليه وسلم بالأطفال. جاءني واحد السؤال، ها هو أقرأه عليكم ونختم به ونصلي. أعطاني أخونا الحبيب سيتي جاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. صديقة كانت منذ متدينة ومستقيمة وفجأة فسدت، سمعتها فسدت سمعتها، فقد مارست معظم الكبائر، فقد مارست معظم الكبائر إلا القتل. ما هو التصرف الذي يجب معاملتها به؟ ألا تعتبر مجرمة في حق الله ورسوله؟ هل ننسى ما أدفع ما فعلته ونسلم عليها ونعاملها وكأنها لم تفعل شيئا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فهذه اللغة العربية بعد الحمد لله في وسط الطليان فهي جيدة جيدة. هذا هو المكسب الأول. سائلة كتبت لغة جميلة مقروءة سليمة، هذا ما فيها شيء لا لحن ولا فيها شيء، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا فيما بيننا في سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد أن نؤمن الإيمان السليم وبعد أن نعمل الأعمال الصالحة التي تكون على كتاب على منهج الكتاب والسنة خالصة لوجه الله تعالى، لا نرى منة الله وفضله فيها، وبعد فعل العمل الصالح نرجو الله أن يتقبله، نخاف أن لا يقبله الله منا. إن حصل ذلك نتواصى بالحق، والحق وهو أمر الله ونهي الله، وهو أمر رسول الله ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصبر أن نصبر وأن نصابر مرابطين على التواصي بالصبر. فعلينا هذه السائلة إن هي اطلعت على هذه الأمور فالتي قد اقترفتها ينبغي لها أن تقول، وهي هذه البنت التي كتبت لنا هذا فلا ينبغي عليها أن تشهر بها. والله سبحانه وتعالى أخبر نبيه المصطفى عن ربنا أنه قال في الحديث الذي قرأته اليوم بعد صلاة الفجر، من مات قبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن الله يقبل توبته. والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغادر، يكون في ساعة الاحتضار الموت، لأنه يرى ملائكة الرحمة ويرى ملائكة العذاب وملك الموت قديم إليه. وهذه الأمور صرفوا عنه لا يعملوا بالأوامر والنواهي فهو الآن من أهل الآخرة. ماذا يصنع بهذه التوبة؟ لا تفيده أبدا ولا يفكر فيها على الإطلاق، لن يندم على ما فعل ولن يقلع، لأنه وراء قلع من بعد قلع، لن يقلع على أعماله الفاسدة ولن يستطيع أن يصلح ويقارب ويسدد، يقارب ويسدد. فينبغي علينا أن نتواصى فيما بيننا.
وأن ننصحها وأن لا نقنطها من رحمة الله، وعلينا أن نفهم ماعز، حديثة ماعز ابن الأسلم رضي الله عنه لما دخل علي حر الحجارة وبعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر لأنك قبلت، سأل أصحابه وقبل ذلك هل بصاحبك جنون، هل بصاحبكم جنون؟ قالوا والله إنه لعقلنا يا رسول الله. ثم قال له أتدري ما الزنا؟ قال نعم، أن يأتي الرجل امرأة لا تحل له كما يأتي أهلا. النبي ما أراد أن يقيم عليه الحد، يلتمس له عذرا ربانيا، لكنه أبى وأصر. لما دخلت عليه الحجارة لما أمر بقال خذوا إلى الحرة، لما دخل عليه حرور الحجارة فر، فأدركه أحد الصحابة وهو خالد بن الوليد، فأمسك بجمجمة بعير جيفة فضرب بها مؤخرة رأسه فأرداه قتيلا. فلما بلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم هلا تركتموه إذ فر؟ فوالله لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. هذا هو نبي رحمة صلى الله عليه وسلم. فكل مقنط للمسلمين من رحمة الله فهو منبوت، وكل مصعب لكل سهل في القرآن فهو منبوذ. وهذا هو عدونا الأكبر بعد الشيطان، ولا هو خص الشيطان. هذا أنت ما من كلفك أن تحكم على المسلمين بأن هذا يقبل الله منه وهذا لا يقبل؟ والله لا دين لك، والله يا بابك لا دين لك، لأن أنت هو المكفرات الخمس، ولكنك خارجي رديد جبان مش رجل. والله ما أنت إلا ما تدور أو أنت الكافاليرو، لا أنت غير عفة سكس مشكلة صافي، هذا هو تعرف أنت هو الفرخوت. أنت لا تحكم على الناس، ولكن الناس يحكم عليهم رب العالمين. والله حتى الملائكة ما أعطوا ربي الحق ولا الأنبياء والرسل. الله يدخل في رحمته من يشاء كما قال في سورة الإنسان. هذا هو. فينبغي على الإنسان أن يتريث وأن لا يسارع في الحكم على الناس، وأن لا يضع نفسه في منصة الحكم وفي القول، وعليه أن يستعد للقاء الله وأن يجأر وأن يعلم بأن ما ينفعه يوم لقاء الله تعالى معه في قبره ثلاثة الحوايج ما كاينش أربعة. الأولى صفاء قلبه وتزكيته من دنس الشبهات والشهوات رقم واحد. ثانية التي تنفعه في قبره الفوز، علامات الفوز تدخل القبر. العلامة الثانية محبة الله عز وجل، ومحبة الله كيف تكون في الدنيا؟ تكون بمعرفته وطول تفكر في ملكوته وسمائه في ملائكته وكتبه ومعرفته من خلال أسمائه الحسنى وصفته العلى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج الحافظ إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه العظيم التوحيد وإثبات صفة الرب عز وعلا عز وجل، هذا الكتاب ذكر فيه حديثا عظيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا، اسمعوا، يضحك ربنا من رجلين يقتتلان يقتل أحدهم الآخر فيدخلان الجنة. صحيح. فقام إليه رجل عربي بدوي
مستفسرا سائلا. الحديث يتضمن أمرا مبهما على جميع الصحابة ما سألوا أبدا، ولكن هذا البدوي العربي للمقام يسولوا، مش قالوا كيفاش يقتلوا أحدهم الآخر ويدخلان الجنة، ما سولوا لا شلل. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من رجلين يقتتلان، قالوا العربي أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. اش قال البدوي العربي؟ إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك أبدا. أشوفه وأشوف. أما الأبعاري، الأبعاري ماذا يقول الأباعرة؟ قال إن أقررنا بهذا الحديث، المراد قال لكم تعرفوا أحسن من النبي، قال إن يضحك بمعنى يرضع، ونحن نفهم هذا من الكلام الذي يأتي بعده يصرف المعنى الذي جاء في الفعل بقرينة نراها نحن. القرينة اللي ضرب لكم كلكم هم الجاهل ابن الجاهل تلميذ الجاهل. قال إن قلنا يضحك ربنا فكل من أسمع 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 شوفوا شوفوا. قال إن قلنا يضحك ربنا كل من ضحك له حنكيان، له جلد الحنك، هل ربنا يكون له حنك؟ هما. قال وكل من ضحك له شفتان وله لسان وله عينان، فهذا لا يليق به، ومن قال هذا فإنه يشبه الله تعالى بخلقه. أسمع الله. إذن من قال هذا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سيدنا محمد يشبه الله بالخلق. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا وإياكم عقيدة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن ندك دكا بنعلنا كل عقيدة تأتي من مدارس مختلفة، مدرسة الجهمية الجعفية، مدرسة الاعتزال الواسطية الاعتزالية الواسطية، مدرسة الماتوريدية، مدرسة الأبعارية، وهذه المدارس كلها خالية من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر هذا صعب، لأن هذه الفرق كلها هؤلاء الماتوريدية والأشاعرية يقولون لا تقول الله في السماء لأنك تجعله في جهة في حد، وإن جعلته في حد عبدت مخلوقا. كتبهم تموج بهذه الأمور، ومن لم يقرأ كتبهم والله لا يعرف عقائدهم. لا بد اسمع كتب ديالهم أم البراهين الكبرى، أم البراهين الصغرى، العقائد النسفية، هذه التي نسفت عقيدة القرآن والسنة هي هذه العقائد. أما عقيدة الأنبياء والرسل هي سهلة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيدنا وإياكم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بالله من هؤلاء الأربع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. نشكر فضيلة الدكتور الدرعاوي على هذه الكلمة الطيبة التي وجه لنا في هذا المركز، ونتمنى الله أن يكتب له في ميزان حسناته، ونتمنى أن يكون له زيارة مرة أخرى، فمرحبا به. والشكر موصول إلى فضيلة الشيخ عبد الحميد عقرة الذي كان وسطا في الحضور للشيخ، فجزاه الله خير عنا كل جزاء،
والشيخ له آخر اليوم معنا في الدرس في المركز، وغدا إن شاء الله سيكون بمسجد مركز برغوسيزيا، والدرس يكون بعد صلاة العصر، فمن أراد أن يذهب فاللي يعلم، لأن الدرس يكون من بعد العصر ليس كما نفعل نحن بين العشاءين، فليكون في علم الكل. ونذكر جميع الإخوة كذلك بالجمعة الماضية وقع شيء، يعني أنهم أساءوا إلى المركز، أنهم وضعوا سيارات أمام هذا الجار القريب اللي من غريب من المسجد، فكلم السلطات، فالجمعة المقبلة غيحضر، ربما يحضر حتى الصحافة، وسيستغلون هذه الفرصة عندما تعلم قادم الانتخابات. فالمرجو عدم وضع السيارات أمام المدخل لأي شخص من الجيران.